سعيد بلقائكم مرة أخرى متابعي قناتنا الأوفياء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة طيور تيفي. حلقتنا لهذا اليوم سنخصصها للدجاج الملكي الأبيض، دجاج جميل ذو منظر رائع. الدجاج الملكي الأبيض من السلالات الجميلة، وهي دجاج زينة من الطراز الأول بسبب المظهر الجيد والجذاب ولون ريشها المرتب بالأبيض والأسود بشكل متناسق وجميل، وعيون هذه السلالة حمراء ولها شحمة أذن متدلية على الجانبين وعرف أحمر وعنق طويل، أما قدميه فهي خالية تماما من الريش. هناك اختلاف كبير في أصل ونشأ دجاج لاكنفيلدر، فالبعض يرجع أن يكون بلد المنشأ من قرية ليكيرفيرد بهولندا، لكن البعض الآخر يقول أن أصل هذا الدجاج هو ألمانيا من بلدة ديلنجن، وقد تم قبول سلالة دجاج لاكنفيلدر ضمن معيار الكمال لجمعية الدواجن الأمريكية عام 1939، واستطاعت هذه الدواجن أن تجلب شعبية كبيرة بين أوساط المربين. وحسب تجربتنا داخل مزرعة التاج الذهبي وبتوفير أقصى ما يمكن من الرعاية لهذه السلالة، فإن وزن الديك يصل إلى كيلوغرامين ونصف، وتصل الأنثى إلى وزن كيلوغرامين، وتبدأ الأنثى في وضع البيض في الأسبوع رقم 22، ويصل إنتاجها السنوي إلى 180 بيضة بلون أبيض، وتزن حوالي 50 جرام. دجاج لاكنفيلدر هي تحفة فنية متميزة تزين حظيرة المنزل وتعطيه رونقا جميلا. هي واحدة من السلالات دواجن المهددة بالانقراض، تمتاز بقامتها المرتفعة والتي تجعله يمشي منتصبا مما يمنحه المزيد من الفخامة. له ديل طويل يكسوه الريش ويعطيه المزيد من الوقار. دجاج لاكنفيلدر عصبي للغاية وكثير الصياع، كما لها قدرة عالية على الطيران، لذلك من المهم جدا توفير حظيرة بأسوار عالية حتى تكون أكثر أمانا لهم، أو العمل على تربيتها في أقفاص خاصة. أثبتت تجارب العديد من المربين أن هذا الدجاج تتراوح مدة بقائه على قيد الحياة حتى 8 سنوات. داخل مزرعة التاج الذهبي نخصص لهذه السلالة عناية خاصة لضمان استمرارها، وكذلك للمساهمة في زيادة تكاثرها، خصوصا في الجانب المتعلق بالتغذية والأمان الصحي، إذ نخصص لها 3 وجبات يومية مشكلة من الحبوب وأعلاف خاصة بالبيض وأعشاب متنوعة، مع السهر على التطبيق الحرفي للأمن الصحي من خلال القيام بجميع التحصينات اللازمة وفي أوقاتها المعلومة. دجاج لاكنفيلدر هو دجاج مثالي للتربية، فإذا كنت تفضل تربية دجاج زينة جذاب ذو شكل متميز، فهي تعطي للحظيرة جمالية كبيرة، بل إن صياحها الكثير والمزعج يجعل منها حارسا أمينا للقطيع بأكمله، لأنه يعد بمثابة إنذار تحذيري في حالة وجود خطر ما. مزرعة التاج الذهبي توفر لكم دائما كل ما تحتاجونه من بيض أو كتاكيت أو دجاج بالغ بهذه السلالة أو غيرها، وما عليكم سوى الاتصال عبر الأرقام الخاصة بالمزرعة، ونحن رهن إشارتكم، كما نبقى دائما في التواصل معكم لمساعدتكم على إنجاح مشروع تربيتكم، والله الموفق. الشكر الجزيل للسيد نبيل على كل المعطيات التي قدمها لنا في هذه الحلقة وفي الحلقة السابقة، وأنتم متابعين الكرام نشكركم على حسن تتبعكم لقناتنا وإخلاصكم لنا. دمتم في رعاية الله.